اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وصلنا معاكم لفقره دنيا الجمال مع دكتور منير وليام لبيب كبير جراح التجميل. والنهارده هنتكلم عن امراض الرقبه، المشاكل اللي بتكون في الرقبه عند السيدات والرجال، سواء كانت لغد، تجاعيد، ترهلات، كل ده هنتناوله النهارده. بصبح عليك الاول دكتور منير، صباح الخير. صباح الخير. خلينا نتكلم بسرعه، ايه هي امراض الرقبه وليه ابتدت تظهر بشكل يعني فج في بعض الاحيان؟ الحقيقه لو اتكلمنا عن امراض الرقبه ده موضوع كبير قوي، في ممكن مجموعات كبيره من الامراض، في امراض وراثيه زي بعض التكيسات الخيشوميه اللي تكون موجوده في الرقبه، زي بعض التورمات في الغده الدرقيه الوراثيه، في بعض حاجه ثانيه، مجموعه من الامراض اللي هي امراض الالتهابات زي الالتهابات اللي بتحصل في الدقن مثلا، اشاره حب الشباب، اشاره الحصف، وحاجات زي كده. في مجموعه ثالثه من الامراض اللي هي بتكون الاصابات، واحد اتحرق في رقبته، الرقبه انضمت او حصلت جروح في الرقبه، حاجات كتيره من هذا النوع. الحاجه الرابعه مجموعه الاورام اللي ممكن تحصل في الرقبه، سواء كانت اشهرها اورام اللي هي الغده الليمفاويه الموجوده في الرقبه او اورام الغده الدرقيه وغيرها. احنا النهارده تجميل، احنا النهارده هنتكلم عن حاجتين بالتحديد، هنتكلم عن اللغد اللي ممكن يتكون في الرقبه، وهنتكلم عن الترهلات اللي ممكن تحصل في الرقبه، وايه دور جراحات التجميل بالنسبه لها. دكتور منير، اكيد في تغيرات في الجلد بتحدث بتؤدي الى ظهور هذه المشاكل، سواء كانت تجاعيد او ترهلات، ايه السبب؟ الحقيقه ده سؤال مهم قوي. التغيرات اللي في الجلد حاجات كتيره قوي، يعني مقدره الخلايا العرقيه على الانقسام بتقل، الحاجه الثانيه مقدره الخلايا الدهنيه اللي موجوده تحت الجلد على الانقسام بتقل، الحاجه الثالثه ان نلاقيها ان ممكن نلاقي فيه ترسيب للدهون على جدار الاوعيه الدمويه ويحصل نوع من تصلب الشرايين، الحاجه الرابعه النهايات العصبيه اللي فيها بعض المواد الكيميائيه بيكون فيها مشاكل كتير جدا وتبتدي تقل زي الاستايلوكولين وادرينالين وغيرها. الحاجه اللي بعد كده هو ان احنا ممكن نلاقي النهايات العصبيه الحسيه والمسؤوله عن الحراره، المسؤوله عن البروده، المسؤوله عن اللمس، المسؤوله عن الحس، كل دي بيحصل فيها نوع من الدمور والتليف، فيبتدي يحصل هذا الترهل اللي موجود بالنسبه للرقبه. العوامل اللي بتؤدي الى ظهور هذه التجاعيد وايضا هذا اللغد، خصوصا يقال ان هناك بشره بتعجز بسرعه او بتظهر عليها التجاعيد بطريقه سريعه، سواء كان عند الرجل او السيدات، وفي بشره لا رغم الكبر في السن ما بيظهرش عليها اي تجاعيد. هو كلام سيادتك كلام تماما. الحقيقه في بعض العائلات، في عامل وراثي، في عائلات بتفضل الرقبه بتاعتها مشدوده طول العمر، وفي عائلات بتظهر علامات والتجاعيد والترهل والسقوط في الرقبه بعد فتره زمنيه، سن صغير وسن مبكر. لكن في حاجات بتساعد، اللي بيساعد مثلا الانسان اللي قاعد بيشتغل طول النهار في الغيط وتحت الشمس والكلام ده كله، ممكن بس الاقي الرقبه تصعد بتاعته. حاجات ثانيه، الانسان اللي بيشتغل 18 ساعه مش زي الانسان اللي بينام 8 ساعات، الانسان الرياضي مش زي الانسان اللي ما عندوش اسلوب رياضي، الانسان اللي الاكل بتاعه مثلا فيه خضروات طازجه وفيه فاكهه طازجه، فيتامين الف موجود عنده بكثره، فيتامين ج موجود عنده بكثره، ده انسان جسمه وبشرته بصفه عامه، شعره بصفه عامه، رقبته بصفه عامه بتكون صحيه وعلامات الزمن بتقل الظهور فيها. بينما الناس اللي بتقلل من الخضروات الطازجه، الفاكهه الطازجه، اللي بيشتغلوا 18 ساعه في اليوم، اللي معرضين للاضاءه الشديده، اللي معرضين لضوء الشمس الشديد، دول ممكن تلاقي الترهلات تسقط وحاجات زي كده. ده يخليني يا دكتور اسالك، هو في فرق ما بين العمر السني والعمر البيولوجي؟ ده مهم قوي قوي الحقيقه. العمر السني هو عمري في شهاده الميلاد، لكن العمر البيولوجي ده بيجي لعدد من اعضاء جسم الانسان، يعني انسان مدخن بشده عمره السني 30 سنه، تلاقي العمر البيولوجي بتاع الرئه بتاعته مثلا بقى 50 سنه، لانه بهدل الرئه من كتر التدخين واستنشاق النيكوتين والحاجات دي كلها. انسان تاني مثلا عمره السني 20 سنه وعنده اصابه بمرض زي البلهارسيا، تلاقي العمر البيولوجي للمثانه بتاعته بقى 30 40 سنه، لانه اصيبت بالبلهارسيا ومشاكل البلهارسيا وابتدت المثانه تعاني، بينما هو سنه في شهاده الميلاد شيء وسنه بالنسبه للمثانه شيء اخر. هو ده الفرق بين العمر السني والعمر البيولوجي. بنشوف كتير قوي من الاعلانات على بعض القنوات اللي بتتكلم عن العلاج الكيماوي او الكيماوي لمشاكل الرقبه زي اللغد، فهل العلاج الكيماوي او الادويه اللي بتظهر دي ليها اي تاثير على يعني القضاء على هذا اللغد في الرقبه؟
هو الحقيقه الاعلانات الوهميه بتاعه البيلينج او العلاج الكيميائي للرقبه، العلاج الكيميائي ان انا بستخدم ماده بعمل بيها تقشير للبشره بصفه عامه والرقبه بصفه خاصه. التقشير ده قد يكون عن طريق ان انا بستخدم حمض السلاسل كلوريد حمض الخليك او عن طريق ماده الجلايكوليك اسيد، ولكن هذا دوره محدود للغايه بالنسبه لعمليات شد الرقبه. فيه زي الشاشه دلوقتي الصور اللغد في الرقبه. هنا قدام الحقيقه الطرق اللي انا ممكن استخدمها بالنسبه لعلاجات الرقبه، ممكن قدامك مثلا على الصوره موجود قدامي رقبه موجوده في الناحيه اليمين، وجينا في الناحيه بعد كده هو عملنا لها حقن بماده معينه زي الفوسفور دايليكولين، في ماده معينه كيميائيه ليها اسم كيميائي مش اسم تجاري، بنحقنها ممكن تشيل وتدور بالدهون الموجوده وتساعدني في شد الرقبه. ده بالحقن بس. لكن في بعض الحالات اللي هنلاقي فيها لغد زي اللي موجوده قدامنا ده، مجرد ان انا بعمل شفط دهون من الرقبه بيبتدي الرقبه على طول تتصلح معايا. هنا ده اللي احنا بنعرضه دلوقتي، ده الطريق كيف نتعامل مع اللغد بالنسبه للرقبه. فانا بتعامل معاه بحاجه من حاجتين، يا بحقن ماده تذوب هذه الدهون ودي دورها محدود ولكن الى حد ما تقدر تديني درجه معينه، يا اما بستخدم الطريق الثاني اللي هو شفط الدهون من ناحيه الرقبه علشان اقدر اشد الرقبه. هل الحقن ده هو اللي يقدر يسيطر ولا لازم في بعض الحالات ان انا اعمل جراحه؟ هو على حسب درجه اللغد الموجوده قدامي، على حسب السنايا الموجوده قدامي. وفي حالات بيبقى في بعض التحذيرات بالنسبه للجراحه، بنضطر نحقن الماده المعينه اللي هي تجيب هذه الماده الدهون الموجوده تحت الجلد. ده بالنسبه للحقن. طب الليزر هل ليه دور في علاج التجاعيد او ازاله هذه المشاكل المتعلقه بالترهلات؟ الحقيقه في انواع متقدمه من الليزر زي الفراكسيل والفراكشن ليزر وحاجات زي كده، وفي انواع ثانيه محدده من الليزر تقدر تتعامل معايا في شد الجلد بصفه عامه وشد الرقبه بصفه خاصه، بس لا زال دوره محدود. لازم نرجع لجراحه التجميل، لازم نشوف الترهلات العنيفه اللي احنا كنا بنعرضها واللي هنعرضها دلوقتي دي فيها سقوط كامل للرقبه. هنا مهما اعمل مفيش هنا يمكن ده حاجه جديده بنعملها دلوقتي، اللي هو كيف استخدم الابر والخيوط في شد الرقبه. دي هنا يعني يمكن هنا بعرض حاجه معينه بالنسبه لشد الابر، بيبقى تعقيم موضعي والمريض او المريضه صاحيه قدامي، وبيتم ادخال ابر بطريقه معينه في خطوط معينه في الاماكن اللي فيها تجاعيد اللي انا رسمتها قبل ما اشتغل، ودي حاجه ما بتاخدش اكتر من 10 دقائق ربع ساعه، وتقدري فيها هنا بدخل خيوط بطريقه معينه بالنسبه للرقبه من اماكن في اتجاه معين، وبعدين بيتم شد الرقبه بطريقه معينه. زي ما انت شايفها دي محتاجه خبره طبعا، لان الرقبه فيها شرايين وفيها اورده وفيها حاجات كتيره، ولازم انتوا بتشد هذه الخيوط تبقى عارفه مكان التجاعيد موجود فين وتقدري تتعاملي معاها ازاي وتقدري تسحبيها ازاي. دي حاجه من الحاجات اللي نقدر نعملها موضعيا في اي اوت كلينيك موجوده في اي عياده خارجيه في مكان متخصص في جراحات التجميل، وبتدي نتيجه. الحقيقه الخيوط هنا في انواع بيقدر يقعد شهرين ثلاث شهور اربع شهور وما الى هذا من كلام بنقدر نتكلم فيها، ولكن اذا كنا بنتكلم في هذا الكلام فهذه الخيوط بتفرق من مكان لمكان، واخد بال سيادتك ازاي؟ لكن هي من العمليات البسيطه اللي هي ممكن تتعمل واللي ممكن نقدر نتعامل بيها في هذه الحالات. ده يخليني يا دكتور اسالك سؤال مهم، يعني بنشوف ان في بعض جراحات التجميل المتعلقه بشد تجاعيد الرقبه بيتم الفتح من اماكن مختلفه، ممكن يتم الفتح بشكل راسي او بشكل افقي او من وراء الودن، اي الطرق هي افضل ولا ده ليه علاقه بشكل الحاله او بشكل التجاعيد؟ هو الحقيقه سيادتك يعني دخلت في نقطه مهمه جدا احنا نقدر نتعامل معها، هذه النقطه تتعلق بهذه الخيوط بالنسبه لها. اذا اتكلمنا ففي بعض الحالات بقدر اتعامل معها بجرح من الطول بالنسبه للرقبه، ده لما يكون التجاعيد مايله بطريقه معينه ويمكن هقدر اعرضها. الحاجه الثانيه بقدر اخد جرح بالعرض ويبقى جزء اساسي من العمليات بتاعه حقن الدهون بالنسبه للوش. في حالات ثالثة بقدر اخدها كجزء كامل من عمليات شد الوجه. في حالات بقدر اخدها بجرح قطعي بالعرض على اساس العمليات. ده منظر المريض بعد لما بنيجي نعمل عملية الحقن الدهون بعد عمليات شد الدهون التدخل الجراحي. يفضل ان انا اعمل جرح كبير لربطة معينة بحيث ان انا اقدر اشد الرقبة لمدة اسبوع 10 ايام وتبقى الحالة بالنسبة لي انتهت. طيب في الحاله اللي احنا شايفينها يا دكتور ده استخدام الخيوط في شد الجراحي زي ما سيادتك شايفه، ده بيكون موجود تاني. يمكن الحاله دي اللي احنا بنتكلم فيها شفط الدهون من اللغد، وزي ما انت شايفه ابره بسيطه بتدخل بطريقه معينه تحت مخده الموضعي اقدر اشفط الدهون اللي موجوده في منطقه اللغد زي المنظر الموجود قدامي. عمليه التعامل مع اللغد من خلال جراحه تجميليه مش حقن بس، ده ما بيؤثرش يا دكتور يكون في جرح باين او كده او خيوط معينه؟
هو الحقيقة كل مريض انت بتختاريه على حسب الحالة بتاعته. الجرح اللي بتطول عادة بيكون من الجروح اللي هي بتكون سايبة أثر، الجرح بتطول، لكن في حالات بضطر ان انا استعمل لما يكون عندي عضلة معينة موجودة في الرقبة بارزة الى الامام وعاملة هذه المشكلة، فبضطر اتعامل معها بالطول. لكن معظم حالات بتاعتنا اللي احنا بنتدخل بها ده منظر الرقبة بعد عمليات شد الرقبة، وعادة الرباط بيكون بالطريقة الخفيفة اللي انا شايفها قدامي دي، وده بيقعد معايا بقى لمدة 10 ايام. دي حالة من الحالات اللي بنكون فيها شفط الدهون بالنسبة للوقت والمنظر قبل وبعد الحالة. دي برضو بتكون بعض الحالات اللي احنا بنستخدمها، لان انت عارفة ان لازم يكون الشفط موجود بمكان معين، ولازم الرباط مهم جدا اللي انا بستعمله بعد العملية. هنا في الصورة يا دكتور، هل دي يعني تدريج لمسألة اللغد او الترهلات بالضبط الدرجات بتاعت اللغد بالضبط كده، وازاي نقدر نتعامل معها بالضبط كده. من هذا المنظر بقدر اقول انا هستخدم جرح طولي ولا هستخدم جرح عرضي، ولا هبتدي اشد الوش ككله ويبقى الجرح اللي موجود امامه وخلف الرقبة. كل الكلام ده على حسب الدرجة بتاعت الترهل اللي سائط في الرقبة، ولا حسب المنظر اللي موجود قدامك. طيب لو فكرة شد الترهلات او تجاعيد الرقبة بالنسبة لكبار السن، او يعني اللي ظهرت التجاعيد بصورة كبيرة، هل يا دكتور بعد اجراء العملية خلاص هي كده مرة واحدة في العمر، ولا لازم يبقى فيه متابعة من فترة لفترة؟ اذا اجريت بطريقه مظبوطه خلاص هي مره واحده يتم اجراها في العمر، لان انت المفروض انك انت في منطقه الرقبه دي بالذات فيها طبعا بنلاقي الحنجره والتنفس وحاجات زي كده وشرايين كبيره داخله وطالعه الرقبه، فعشان تشد شد مظبوط يعتمد ده على درجه الارتخاء اللي موجوده في عضلات الرقبه، ويعتمد ده ايضا على خبره الطبيب نفسه وهو بيشتغل. لكن لو اتعملت بطريقه مظبوطه هي مره واحده. الفكرة اللي بتقول يعني دايما بنسمع مواكبة لتطورات التكنولوجيا ان بيتم حقن بخلايا جذعية للأزهار او خلايا جذعية يعني معينة عشان تعمل نضارة للجلد، هل ده ممكن يساهم في مسألة علاج ترهلات او شد تجاعيد الرقبة؟ الحقيقة الحالات اللي بتجيلنا بيكون تجاعيد الرقبة سقطت بدرجة كبيرة، ففي الحالة دي انت مش قادرة تقولي ان الحقن هيقدر يفيد لدرجة كبيرة. لكن لو كانت الترهلات موجودة بطريقة خفيفة من الاول نقدر نقول ان احنا نقدر نستخدم حقن الخلايا الجذعية او حقن البلازما والكلام ده كله. لكن عادة المرضى اللي بنشوفهم بيكون المريض استخدم حقن قبل كده بكذا مادة وكذا توجيه، وبيكون النتيجة بعد كده انه بيكون قليل. الحقيقة يمكن احنا عارضين عملية حقن دهون، دي من الحالات اللي بيكون فيها حقن دهون في الوجه وشد الرقبة بالنسبة للترهلات. في كلتا الحالات ممكن تقدري تعملي الاثنين مع بعض في وقت واحد، ما فيهاش اي مشكلة. هسألك بقى يا دكتور، ساعات بقى يكون ما فيش تجاعيد للرقبة بس الرقبة نفسها شكلها مش حلو، يعني الرقبة شكلها مش متناسق مع شكل الوجه او شكل الجسم او شكل الرقبة نفسه مش مظبوط، يتم التعامل معها ازاي؟ لا يفضل الاول ابدا بالطرق البسيطه، ابدا بحاجات بسيطه زي الليزر، ابدا ببعض الكريمات الموضعيه اللي تساعد على نضاره الرقبه، استخدم اغذيه معينه تساعدني زي الخضروات الطازجه والفاكهه الطازجه، كل الكلام ده ابدا الاول دايما، الجراحه دي اخر حاجه. لكن عاده احنا بنتعامل مع البشره بكريمات بمراهم موضعيه ببعض الادويه الموضعيه بحيث انك انت تقدري تستفادي. لكن لو الحاله ابتدت تسقط مني وابتدى المنظر يبقى لابد من التدخل الجراحي، بتدخل جراحي علشان اقدر اعمل تدخل جراحي. حضرتك اثناء اجراء هذه العمليات بتراعي اكيد شكل تناسق الرقبه مع شكل الوش وطول الجسم؟ لابد، دي حاجة أساسية، وده اللي بيبين في الجروح اللي بستخدمها في شد الرقبة. هل أنا بستخدم جرح طولي لما يكون جسم مواصفات الجسم بطريقة معينة، ولا بستخدم جرح عرضي، ولو كان جرح عرضي هل هو في منتصف الرقبة ولا مجرد في منطقة الذقن، ولا لا بعمل ده ولا ده وبستخدمه كجزء من شد الوجه والرقبة كلها ككل؟ ده ممكن يتوقف على التناسق بتاع اللي انت سيادتك بتكلم فيه. تمام. طيب لو اتكلمنا عن نقطة أخرى يا دكتور، طيب معلش نستقبل التليفونات. معانا أستاذ عبد النبي من الأليوبية. صباح الخير يا أستاذ عبد النبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. زي حضرتك بصراحة اتفضل. والله البرامج بتاعتك فعلا احنا كلنا بنستفيد منها. شكرا جدا، اتفضل حضرتك. بصراحة يعني ممتع جدا في البرامج ده، ويا ريت مدة البرنامج تطول شوية بعد إذنك يعني. إن شاء الله بإذن الله. بالنسبة للسؤال للدكتور، الموضوع الحقن،
بالنسبه للغده اللي في الرقبه وفي حقن التجاعيد، هل المواد الكيماويه كل دي مش ممكن تختلط مع بعض المواد الكيماويه الاخرى في عمليات الحقن وتاثر على عمليات التجميل؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني يا استاذه دينا الدكتور، موضوع الرقبه بتدخل فيها عمليات وراثيه ودي بتاثر ولا نسبه ترسبات الدهون ونتيجه الاغذيه الغير صحيه اللي بيتناولها الانسان؟ هنرد عليك حاضر يا استاذ عبد النبي، بس ناخد الاستاذه وجيده من اسيوط. صباح الخير. صباح النور. اتفضلي حضرتك معانا على الهوا. لو سمحت اكلم دكتور منير. دكتور منير معاكي، اتفضلي. طب انا عندي بنتي، احنا بنتي جت كليتها في محافظه قنا. اتفضلي. وهي شعرها يعني خشن مش ناعم قوي. فلما راحت قنا كمان شعرها جت خشونه قوي وتاثر بالنسبه للميه مالحه هناك. وتحس كده ان شعرها ناشف قوي برغم ان بشرتها رمليه يعني. هنرد عليكي حاضر يا استاذه وجيده. طيب نبتدي باستاذ عبد النبي، هو بيطرح كذا سؤال بس الحقيقه انا عايزه ابتدي من السؤال المتعلق بان هل في عوامل وراثيه وهل ترسيبات الدهون او الاكل نفسه اللي احنا بناكله الفاست فود والحاجات اللي هي السريعه هل ممكن تؤثر على صحتنا وطبعا على شكل الرقبه وتجاعيدها؟ هو الاساس هو العوامل الوراثيه طبعا. ما نشك ان العوامل الوراثيه تديكي المنظر الاساسي للرقبه. في عائلات زي ما انا قلت في بدايه الحلقه ان بيحصل فيها التجاعيد في سن مبكر، وفي عائلات لغايه منتهى العمر ما يظهرش اي مشكله بالنسبه للرقبه. لكن بيساعد هذه العوامل الوراثيه الحاجات الثانيه، الاكل الدهون السريعه الفاست فودز، اللي هي عدم وجود اسلوب رياضي، اللي هي سوء المعامله بالمكياج وسوء المعامله ببعض الكريمات الموضعيه. ابتدي استخدم كريمات شد رقبه، لا رقبه بعد كده سنتين ثلاثه اربعه سقطت مني، ما هو دي المشكله ان انا حسيت استخدام هذه الكريمات. اتكلم برضه بسرعه عن العلاج الكيماوي، واحنا قلنا ان ده ملهوش اي تاثير. ملهوش اي تاثير العلاج اللي هو الكيميكال بيلينج اللي هو التقشير الكيميائي، انما العلاج الكيماوي بتاع الاورام ده حاجه ثانيه. ده هنا التقشير الكيميائي اللي هو الكيميكال بيلينج الى حد ما ملهوش تاثير الا لو كان في بقع موجوده في الرقبه، لو في بعض الالتهابات الموجوده في الرقبه. طيب ده ممكن يكون يعني دكتور استاذه وجيده اتكلمت عن موضوع خشون الشعر بنتها. ده حاجه بعض الكريمات الموضعيه واللوسينات الموضعيه والزيوت الموضعيه لنظره الحاله تقدر تدي علاج معين يقدر يتعامل مع هذه الحاله. بشكرك دكتور منير ويليام لبيب كبير جراح التجميل، والمره الجايه نتكلم عن ايه؟ ممكن نتكلم عن دور جراحات التجميل في علاج البدانه المفرطه. ان شاء الله. بشكرك جدا. شكرا يا دكتور. شكرا جزيلا. ومشاهدينا الكرام فاصل ونستكمل حوارات وفقرات. صباح الخير يا مصر.